هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله فيك بطي ما بلاقي البطي ده يا عم. تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل سمك معتبر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ هجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدشمه دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط، والبط حساس جدا. مش قلع النيله، بقول لك اقلع. طول على النضاره واقلع الساعه دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ وصل. ألف حمد لله على سلامة. أنا فيه. اذبح وحشي. ما تخلص يا عم مجدي. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم أهبل من أوله. هي تضربني بالبندقية. وابويا يضربني بالرجل. ما كانش ناقص غير ان ابويا ياخذني بمطوه. ولا رؤوف، انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من اساس. حازم، الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بقى كتالي. في حالتكم المهببة دي مفيش غير بنك فؤاد المالطة هو اللي هيديكوا القرض. يا أخي بس لغي البت دي، يعني ده أنت خبرة. في إيه؟ أنت عملت إيه؟ حازم، إيه؟ في رشة واحدة مش عارفة أطلعها. ليه؟ محتاجة خطاف. على فيلم رومانسي كله حسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم؟ انت ومال رومانسية؟ انت اخد فيلم علقة موت. علقة موت؟ انت مجنونة يا بنت انتي؟ انتي معندكيش دم؟ انا معنديش دم يا سافل. انتي هتغلطي؟ اقسم بالله همسح بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين.